السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم موعد السوبر الافريقي بين الرجاء الرياضي والاهلي المصري، وستجمع المقابلة بين الرجاء الفائز بكأس الكونفدرالية الافريقية الموسم الماضي والأهلي المتوج بدوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية، وسبق للرجاء التتويج بالسوبر الإفريقي في مناسبتين، بينما توج الأهلي باللقب الإفريقي في 7 مناسبات. مباراة الرجاء الرياضي والأهلي المصري ستجرى يوم الأربعاء 22 من دجنبر الجاري في الأوقات التالية: 5 بتوقيت غرينتش، 6 بتوقيت المغرب، 8 بتوقيت مكة المكرمة. المباراة ستقام على أرضية ملعب أحمد بن علي بمدينة الريان القطرية، وستنقل على قنوات بي إن سبورت العربية الناقل الحصري للمسابقات الإفريقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة.